ابتديت دلوقتي بسمو احب عمري ابتديت دلوقتي. ده انت لبست وخارج ايه ماشي كده على طول؟ انت مالك انت؟ مش هشرك في المواضيع ديت، انا حر. طب يا اخويا عبرني وقول لي ازيك يا حماتي. انا ما ورايش الا انت ولا ايه؟ ما انا قلت لك قبل كده شغلانه. ده يا اختي النفخة الكدابة دي، هو ما حدش جاله فلوس غيرك؟ بقول لكم ايه؟ انا راجل دلوقتي مش فاضي، ورايا زبون بعد اذنكم، ورايا سكة. ده اهدى اهدى اهدى، حاسب على نفسك للنفخة الترشاقة. ما انا قلت لك ياما، ده واخد من الحاج فرج ملايين متلتلة على قلبه، ومن ساعتها هو متنمرد علينا. منك لله، ده انا ما بكلمه ما بيردش عليا، ونرد يرد بالعافية. اه ياما. لا انا ان شاء الله جايه كمان يومين. لا ما تلاقيش فرج موظف كل حاجه. لا طبعا مش هيخاطر بيا. بقول لك ايه، مش عايزه حاجه اجيبها لك وانا جايه. بتقولي مين؟ ما تدخلوش الفيلا ياما. يعني ايه عايز يخش بالعافيه؟ اطلبوا لي البوليس، قولي له ان هو ملوش حاجه عندي بقى. والنبي يا زهر قولي لي يا اختي ما تخبيش عليا، حقيقي هيسجنوا اخوكي، هيتحبس. ها انا من ساعه ما سمعت وانا مش عارفه انام، مش جاي لي نوم. ها حقيقي هو في عبر الدنيا، بس اعمل ايه؟ مهما كان هو ابني واخوكي، واحنا ملناش غير بعض يا اختي في الدنيا. ها والنبي، هو الحاج قال لك كده؟ اصل انا بصدق الراجل ده والله يا زهره، ما هنلقى زيه حد تاني ابدا. إلهي يا رب يكون من نصيبك مرة تانية يا بنتي. الحمد لله على السلامة. بابا العمومية يا فندم، باب كبار الزوار عشان خاطرك يا حاج. فوزي ايه؟ شوف لي بسرعة الشنط والدادة والولاد، ها عشان امشي. طيب ممكن تتفضلي معانا مدام زهرة؟ اتفضل يا فندم. ايه الحكاية حضرتك؟ يا فندم مدام زهرة جاية هنا عشان تسوي كل حاجة. وماله؟ تتفضل عندنا الأول، في إجراءات لازم تتم. إيه الحكاية يا فرج؟ أنا مش عارف، أكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم إيه؟ دول هيقبضوا عليا. يقبضوا عليك إيه؟ أنت موقفك القانوني 100%. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. شوف لي فين الولاد والدادة. طيب أنا غلطانة يا فرج، أنا سمعت كلامك وجيت معايا. تعالى ما تخافيش، اتفضل. ليه؟ يا فندم مدام زهرة وصلت مصر بناء على إعلام من المحكمة، يعني المفروض يفرج عنها فورا. دي إجراءات إحنا بننفذها. مدام زهرة كان مترقب وصولها، فكان لازم أول ما توصل نقبض عليها. إنما مسألة الإفراج عنها بقى دي تخص النيابة أو المحكمة اللي بتنزل القضية. يعني هي وضعها إيه دلوقتي يا فندم؟ يعني وضعها لازم تنزل الحجز مع المحبوسين. أنت بتقول إيه؟ بقى مدام زهرة مرزوق تنزل الحجز؟ إيه اللي أنت بتقوله ده يا ست اللواء؟ مش انا اللي بقول، القانون هو اللي بيقول. القانون ده يهتم على اي حد غيري؟ يا ترى انت فاهم الكلام ده ولا تحب اخلي الاكبر منك يفهمه لك؟ ايه ده يا زهره؟ مش كده يا شيخ، اوعى زهقي، اوعى. شوف يا اسماعيل بيه، الموضوع ده لازم يدرس كويس، لاننا مش معقول يعني هنفضل ناخد قروض كده من غير اي ضمانات. لحظه يا اسماعيل بيه. لا مؤاخذة يا اسماعيل بيه، من ناحية بقى الترتيبات بتاعت موضوع الانتخابات دي، اطمن خالص، طالما هتحط في بطني بطيخة صيفي، أصلي بموت في البطيخ. صدقوني يا جماعة ما ينفعش، دي إجراءات ولازم ننفذها. هو إيه اللي ما ينفعش؟ يا إما ترميني في الحجز يا إما ما ينفعش. هو في إيه؟ أنت حد مسلطك عليا ولا إيه؟ يا مدام زهرة من فضلك اهدي شوية. باشا ملوش دعوه بحاجه، هو بينفذ التعليمات. دي مش تعليمات، ده قانون. دي اجراءات شكليه يا مدام زهره. بتعمل حاجه يا متر؟ انا غلطانه يا فرج،
انا غلطانه ان انا سمعت كلامك وصدقتك وجيت معاك. والله يا زهره ما كنت اعرف ان حاجه من دي هتحصل، صدقيني. فعلا يا مدام زهره الحاج ملوش دخل في اي حاجه من اللي بتحصل دي. على ما تخافيش ما تخافيش، انا معاكي مش هسيبك. لا لو سمحتوا انتوا بقى اتفضلوا يا حضره الضابط، خد المدام نزلها الحجز علشان بكره تتعرض على النيابه. جوزتهم زهرة بقى تدهم لي يعني؟ ماشي يا حاج مقبوله منك. انت قلت عني كده؟ برضه خليك واقف معايا. انت ليه لما بعتوا يستدعوكي عشان تحضري قدام النيابه هربتي؟ انا ما هربتش. انا ما استلمتش الاعلان. المتهمه كانت مسافره في شغل يا فندم. شغلك ده هنا ولا بره؟ هنا وبره. وشغلك ده بيستلزم انك تقعدي خارج مصر حوالي شهرين؟ اه وساعات اكتر كمان. بدليل يا فندم لما السفاره المصريه في لندن بلغتها بالاعلام راحت استلمته وحضرت على طول. عشان كده انا بلتمس من سعادتك اخلاء سبيل المتهمه من سرايا النيابه، وخصوصا ان المتهمه على ذمه قضيه جلستها بعد 3 ايام. يعني سعادتك لسه ما صدرش ضدها اي حكم جنائي، وسعادتك عارف ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. وادي يا فندم الاعلان اللي استلمته المتهمه من السفاره بيؤكد دخولها البلاد دخول قانوني، يعني مش جايه مترحله ولا مقبوض عليها من هناك. وعشان كده أنا مصر على طلب الإفراج عنها من سرايا النيابة. اتفضل. بس الإفراج ده مش وجوبي، دي سلطة تقديرية للنيابة. أنا مع سعادتك يا فندم، بس المفروض إنها تسلم نفسها للمحكمة، وإحنا واخدين إذن من المحكمة بكده، والإعلان اللي مع سعادتك بيقول كده. أنت هتعلمنا شغلنا، ده قرارنا. اكتب يا سيدي، أمرنا نحن رئيس النيابة بالتحفظ على المتهمة زهرة على الله مرزوق وإعادتها لمحبسها لحين ميعاد الجلسة. اتفضلي امضي. ايه عملتوا ايه؟ خدت افراج؟ ايه يا فوزي؟ ايه يا استاذ رفعت؟ ايه اللي حصل؟ رئيس النيابة رفض يفرج عنها لحين ميعاد الجلسة. انا مش فاهم ليه التشدد ده؟ مع اننا تعهدنا ان احنا نجيبها يوم الجلسة. تقدر تقول لي انت استفدت ايه بقى من بهدلت الست وحبسها؟ انا شايفه ان الست ما عملتش فيك اي حاجه وحشه. ما عملتش اي حاجه وحشه ازاي؟ بقى تبقى على ذمه كل الازواج دي وتقرطصني وتضحك عليها وتتجوزني؟ هي ما ضحكتش عليك، انت اللي فضلت تلف وتدور وراها عشان ترضى تتجوزها. ايوه بس هي المفروض كانت تلفت نظري على الاقل. ما انت عارف كل حاجه يا فريد. والله ده ايه يا ماما؟ انت معايا ولا مع الحاجه زوزة؟ انا مع الحق يا ابني. اللي انت عملته ده غلط انك تبلغ عنها. الست عرضت عليك فلوس كتير، بس انت اللي طماع، كان لازمته ايه يعني؟ كنت زمانك دلوقتي انت الكسبان وسبتوا بعض بالمعروف يا اخي. اللي حصل بقى؟ نشوف الموضوع هيرس على ايه؟ على الله بس القاضي يطلع حنين ويقول الزوجه من حق فريد. محكمه